الحياة فام، الحياة فام، زهرة الحياة. City Tunisia. Ladies and gentlemen, give it up for Lutfi Abdilli. والله إني أول مرة أجي نشوف، أما نحبه أنا لطفي عبدلي، فهمتني، يعجبني. مش نجربش حاجة ما نعرفش باش نعطي انطباعاتي، فهمتني، أما أون جينيرال نحبه أنا، فهمتني. تبعوا في التلفزة، تبعوا في المسرح؟ في التلفزة، في التلفزة، المسرح ما جيناش ديما، ما جيناش ديما. نتصور كنت لقيت روحي فاضية، قلت علاش لا يخليني. نتصور كانك تستنى في حاجة باهية من لطفي عبدلي. إن شاء الله، إن شاء الله، كيما نعرفوا هو في المطار. في الأيام الفايتة خفت روحه هكا، فهمتني، إن شاء الله، إن شاء الله هكا. واحد امرأة واحدة يروح لها بالسيف، خايف والله. امرأة واحدة تبدأ يا ربي لخر وقت تخذ له أربع نساء، خذهم كل كراجل أربع نساء. نهار تليخ أربع نساء قسم العظم يجرب جمعة، ومن بعد يبدأ يخر واحد يروح من القهوة. يوين الناس كل تحط رمي وشي زيت، ولعة ولعة. والله أنا شخصياً ضحكت بالكدي وكل شيء، وبرافو لي على الجرأة، وقال حاجات اللي احنا معناتها نعرفوه وما ما نجموش نقولوه. برافو، سهرية حلوة ويعطي صحة. تبارك الله عليه، محلي خفيف نفس كيما العادة، وبيان اورغانيزي، خاصة محلي تاع العرض. الكلام اللي قالوا لطفي عبدلي ترى انه يمس التوانسة اليوم؟ نوعا ما، نوعا ما، اي. السيجي اللي اختاره لطفي عبدلي في علاقة بالأسرة، في علاقة بالوضع السياسي عموما اليوم، ايه يمس شوية، ايه ايه عنده دخل مي بالطريقة متاعو متاع لطفي عبدلي اللي نعرفوها الناس الكل. لا رأي كيما الناس الكل بالإجماع، معناها عرض محلي، جينا باش نفرحوا باش نضحكوا ونحي وغمة. ديجا كيما تشوف قعدنا حينا في غمة على قلوبنا من السياسيين، يعني بدون ذكر الاسماء. نحبوا نتفرهدوا، نحبوا نشيخوا، نحبوا نراو القروين زاهيه، وان شاء الله ديما هكا. هم برشا عروض، وان شاء الله ديما يجينا، والحمد لله كل ما يجي ديما يلقى اقبال جماهيري يعني كبير ياسر، وان شاء الله ديما فرحانين معنا. بعد يبعث لها ميساج يقولها اني اللوتا، ويخرج لها مقيدته مونجي كاكاوي. يا معلم اي نحن مونجي كاكاوي، انت على القليله معي كيلو كاكاوي. يا احمد ربي انا بعد 50 شو مسمين عبدالي حمصة، لطفي سبيبة، لطفي بنطقة. أنا عرضي في القروان عرضي نظيف والحمد لله، فهمتي، حبوني القروان، وذايا حب متبادل والجمهور فيق به. وذايا أنا قلت في الراديو الكل، جمهور القروان بالرسمي هو يعرف صديقي والناس كل، أنا كي نبدأ جاي القروان مش نلعب سبيكتاكل متاعي، نبدأ منشرح وشيخ أنتوزياست، حتى نعرف جمهورها تحفون مهبول. تعرفش معناها جمهوري كيف نكاية مخلط نساء، معناها تفتح وثقافة وحضارة، وبرحق راه معناها تفهم الشعب اليوم هذا يدافع على المسرح ويجي للمسرح ويحب الكلمة الحرة. معناها كي أنا نشوف القروان نكاية ما نتصورش قداش نفرح، وما نتصورش قداش نبدا موتيفي. وكان شفتوني نهبط نلعب على المريول هنا، معناها أنا بون العروض الكل بتاعي كيكا، مين فما نكهة خاصة في القروان. ريتشي عبد قام، ريتشي عبد خرج ضربني ولا عايلة ولا كبيرة، قالت لك بصعدك محسوبه يعني. يا اخي انا قلت لك، قلت لهم الاول راهو المسرحيه ما عادش باش نقول كل الكلام البذيء، وما عادش تفدوا والناس كل غش. قلت لهم ماني باش نرجع الكلام الخايب، الناس كل تزغرت ونساء الكبار وحتى كل بالقيمه على عينيكم. معناها الحمد لله اليوم فوزت تيمو في اي بلاصه نعملها اللعبه هذيك، نقول لهم راني بطلت ومش باش نقول، يفدوا نقول لك الواجينا جاء التونسي اليوم. شوف فما حاجه اسمها لو كاترسيزم، فما كل كلام ما ينجمش يقوله هو يحب يقوله، ولا يقول فيه في التريكل، يحب يقولوا في الملأ يحشم، خاطر عندنا لابيدور وعندنا مجيش وعندنا العيب وعندنا الاحترام. كيما انا الكلام هذاك ما نقولوش مثلا، اما المسرح يسمح لي، المسرح يسمح لي خاطر هو قص تذكره وجاي يحب يتفرج فيا. وزدت نبهت عليه في المسرحيه بيدا، وقلت له قال لي لا اتكلم نحب هذاك. Yeah.
الحياة فام، الحياة فام، زهرة الحياة.